ترى ما احنا بس هاشتاج كم 230 يلا يلا خلونا على النتيجه بعد راح اقول لكم الهاشتاج احمد 200 ها هاشتاج 200 100 100 300 تسحب تسحب بحسابي بعد بعد المغرب راح نخلص السحب اللمس ان كل يوم اقسم هنا وهنا طيب اول شيء اللي فاز معنا بال100 نقطه للحين اللي هو خلف خلف القحطاني جتك 100 نقطه لا حد يبشرنا ترانا خابرين طيب سفير الوقف والله والله ان افضل ما تتوقعون كل النسب النسب كلها طايحه اليوم كلها هابطه بالامانه الوقت ما ان شاء الله ضبطك السيف اللي تقطعه وقطعك ما ساعد الوقت طيب خلونا نجلس ايش رايكم شباب انتوا على طول خفاف يا شباب جلستوا على طول انا جلسنا كم ساعه انتوا فايزين انتوا فايزين ما تحركت منك انتوا فايزين هلا معاذ ضاري المعاذ فازوا لا 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 واحد اثنين يسوي لنا اكشن شوي انا بجلس كذا بس انتوا ما تحمستوا يا اخي طبعا لا 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 انا معطيهم اكشن لكن ما عرفوا لها انا معطيهم اكشن لكن ما عرفوا لها هم ترى يا الله ما في حماس زيرو الحماس عندهم نجلس بعدين تقول ايوه خلاص صح انطر شوي طبعا الف مبروك يا جماعه والله كنت مسوي الحركه هذه لكن ابي يصدمون لكن ما عندهم جالسين يتهاوشون مع بعض زي بلط وعلقم ما فيهم طب يلا يلا هو بيحسب الشر يلا 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 ايوه هذه القوه طيب قوه يا ابو اول شيء يا جماعه الخير اول شيء الف مبروك فاز الشباب قبل نبدا بنهايه الفقره يا جماعه الخير شباب الصوت شباب قبل نبدا نهايه الفقره اول شيء وقف الايتام بمكه يا جماعه الخير الوقف اللي دائما نتكلم عنه صدقه انك تكفلك يتيم مدى الحياه